اهلا بيكو، معاكم محمد سعيد في تالت دروس ميكس وماستر. لو انت بتشوف الدرس ده اول مرة، اعرف ان في درسين قبل كده. لو عارف ان في درسين قبل كده وشفتهم، فالمرة دي هتتعلم حاجات اكتر واكتر وهتفيدك جدا. النهاردة عشان في ناس كتير قوي طلبت مني ان انا انزل بروجكتات هندسة صوتية، زي مثلا بتوع المهرجانات ما بينزلوا. الموضوع هيبقى فيه إفادة فعلا، إن الناس تاخد الإفكتات، تبقى ممكن الإفكتات تبقى جاهزة، ممكن تليق مع صوتها. فأنا قررت، عشان سألت كتير في الموضوع ده، عايزين تراك إيه، في كله قال راب جد. فأنا قررت إن أنا أشتغل لكم النهاردة في بروجكت راب جد. تعال نفتح البروجكت كده مع بعض. ده الألبوم بتاعي اللي انا نزلته 30 تراك، نقيت منه 15 تراك بس. راب جد اهو، راب جد. طبعا انا يعني بسجل حاجة اكتر من 4 5 مرات، يعني بيبقى ساعات بتلخبط، ساعات بقعد اتدرب عليها. يعني انت لو تبص البروجكت بتاع راب جد اصلا، يعني هو ده البروجكت بتاع الالبوم كامل، وده البروجكت بتاع راب جد. ادي 1 2 3 4 5 6، دولت 6 مرات سجلت فيهم راب جد عشان اطلع الحاجة كويسة، وده السابع، ده الاصلي. بقى نيجي نفتح البروجكت كده، نلاقيه بالشكل ده. بصوا اهو، عندنا 62 لاير. 62 لاير ده حوار كبير طبعا. يعني لو بصينا هنلاقي فيه حاجات كتير، يعني مش عارف. عامة نبدأ. عامة البروجكت بيبقى عندنا بالشكل ده لما نفتحه. أهم حاجة في الموضوع كله إن ال اسمه ايه ده، المايك يبقى حلو، الكواليتي بتاعه حلو. عشان تقدر تطلع التراك زي ما انت عايز، لازم يبقى عندك مايك حلو وكارت صوت حلو عشان الصوت يطلع صوتك بس. فلو جينا نشغل البروجكت كده، نسمع ده البروجكت اللي انا سجلته، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. لو جينا نوقف كده ونشوف انا عملت ايه هنا، حاجات بسيطة كده. دي بصمة صوتية انا عاملها كده لنفسي، بتاعت الاسطورة. الاسطورة ارتفل دي انا مسيبها كده من غير مسيبها بالافكتات بتاعتها جاهزة. يعني لو فتحت المكان بتاع الافكتات بتاعتها، مش حاطط ولا افكت، بس هي لوحدها واخدة افكتات. يعني احنا لو نسمع كده، واخدة ريفيرب ودلاي، واخدة حاجات كتير، بس انا مسيبها بحطها في معظم التراكات بتاعتي. جيت هنا كررتها، حطيتها، عملت كوبي وحطيتها تحت تاني عشان تدي منظر حلو انها بتتكرر. بس حطيت عليها افكت هنا بقى، اللي هو زي افكت الفون. انت ممكن تسيبه وتاخده عادي خلاص، ممكن تكتب فون كده وتدوس سيف كده، بقى عندك فون اهو. ممكن تشيل، يعني تشيل كده كل الافكتات، ديليت، تدوس على ديليت او تدوس فوق هنا، تشيل كل الافكتات كده، تشيل ده كمان. بقى كده البتاع ما فيهاش اي افكتات. لو جينا كده حطينا، اخترنا فون، خلاص تركب. نيجي نسمعها كده لوحدها. بتدي خيال حلو، يعني لو نسمعها مع المزيكا كده تلاقيها اديت خيال. كررتها هنا تاني برضو، كررتها هنا وهنا. طبعا كل ده بيعتمد على ودانك انت وافكارك اللي انت ممكن تجيبها جديدة. غير كده انا في التسجيل معروف انا بسجل لير اللي هو المين، اول واحد ده، ده المين بعليه، والتاني بوطي دبل بوطي،
وبعد كده شوية حاجات بقى، ممكن ازود كلمة، ازود حرف، ازود اي حاجة، الحاجات اللي مش باينة بزودها وبرضو بوطيها، بس ده الاساسي عندي، ده الاساسي اللي بيفضل عالي يعني كده. بتبقى ايديه يسسم او يبقى المجني عليه، شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك، تاخد تكنيك شو وقتي عليه. بتبقى ايديه يسسم او يبقى المجني عليه، شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك، لو ترتاح خد تكنيك. شوف تكتيك كده بلو ساح، انا هأذيك كله متاح بقضي عليك، وسط مجال بلاك تساح، انا حاطط كل كل شهيد بتخيل حد الراب فيتامين تخدير ده كتير. هنا لو لاحظنا هنلاقي ان في انا عامل كذا صوت في بعض، يعني الصوت ده كده ده في ار بي سي، افكت الار بي سي ده بيخلي الصوت زي صوت روبوت شوية وصوت خشن في ذبذبات، ده بي لما بعمله وبوطيه بيدي صوت حلو زي كده مثلا. بقضي عليه بدي بإيدي يسسم أو يبقى المجني عليه، شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك، أو ترتاح خد تكنيك. شوف تكتك كده ده بيبقى كويس يعني مع الصوت لما بتوطيه بيبقى عامل كده بالظبط. بص بقضي عليه بدي بايدي يسسم او يبقى المجني عليه، شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك، او ترتاح خد تكنيك. شوف تكتك كده بلو ساح، انا هأذيك. زي ما عرفتكم الطريقة برضو انك تسايف الافكت كده، صوت مثلا نقول ذبذبات مثلا، ذبذبات، ونقوم دايسين سيف كده، يبقى كده بقى عندنا الافكت، ممكن نحطه على اي تيك احنا عايزينه. لو جينا نسمع ده بقى العادي بقى يعني الطبيعي، حط كل كل شهيد بتحيي الراب فيتامين تخدير ده كتير، خد نقطة من قطك الراب أدق فخد جرعة. لو نلاحظ ان انا ايه، واحد اتنين تلاتة، التلاتة اللي انا متعود بديهم كل تراك ليا لازم تلاتة، المين الدبل والباك اب. الباك اب بقول فيه بقى اخر الفيرس اي كلمة عايز اقويها. نلاحظ حاجة مهمة اوي، ان احنا المفروض اي في الدبل والمين انت لازم تظبط صوتك على بعضه، ساعات بتبقى في حروف متأخرة او في حروف متقدمة، دي لازم تظبطها على بعض، انك تدوس كده تيجي على هنا مثلا وتقوم دايس اس وتقوم محرك الحرف ده. حاول دايما تظبط على المين او بودانك، مش لازم المين ومش لازم السكند، يعني ممكن بودانك انت اللي تظبط الحروف على بعضها، اس واس وتشد، تشد تودي وتجيب وتظبط وتسمع. نقطة من قطك الراب أدق فخد جرعة، ده تجنيد نفوذ قفش سرعة، هكذا في التراك كله يعني. انت ودماغك ما توديك بقى، انت عندك افكتات وانت بتحط مطرح ما انت عايز، حاول تشيل دايما الفراغات، الفراغات الفاضية دي مش عارف انا بقول فيها ايه. ده لذيذ او ده الظاهر، خد كل فرقة انا بقول هنا ايه، لذيذ او ده الظاهر، قشطة عادي مش ده لذيذ او ده الظاهر، خد كل وهكذا. الحتة اللي هي السريعة من تكونش انت حاطط السحر، فكر لسنين اتحطيتها مش علي بالمنظر مس اتحطيتها فصح، ودي كانت القصة واسأل مين اللي مأسسها. ده في كل مرة بقدرك اطلع برا مش هجرب، بس استغرب من لدقة العقرب جاوب، كل مرة بفكرك انك سلامة مسمرك في حتك وكربك في ظهرك، حرق كل ألم بيه كتب انت سبب بقوة الأسد بخطك في سطرك، حرق كل علم في اللي اتكسف اللي اتهزم في للأسف اللي ابتسم في سايقك براحتك. برضه زي ما انا قلت لكم التلاتة بتوعي، بس انا هنا معلي التلاتة بحيث ان هم التلاتة لما يبقوا مع بعض يبينوا قوة في الفلو، يعني انت ودماغك حسب ما دماغك تجيب عادي، ممكن لو وطيتهم يطلعوا احسن، بس اصل انا عندي هنا قايل في حتت كلمات يعني مدي باور في ليارات وباور في ليارات تانية وباور في كلمات وقعت باور في كلمات تانية، فانا حاولت اخليهم هم التلاتة نفس الليفل كده صفر او واحد عشان يدوا باور كده وانا بقول زي ما احنا سامعين. مش هجرب بس استغرب من لدقة العقرب جاوب، كل مرة بفكرك انك سلامة مسمرك في حتك وكربك في ظهرك. ظبط الحروف على بعضها ده احسن، المفروض ده شيء اساسي. بس البروجكت عندكم اهو، ان شاء الله تستفادوا، وان شاء الله معادنا في درس رابع بقى، ومع كل تحياتي ليكم، وان شاء الله مستواكم يبقى احسن في الميكس والماستر، ومع الف سلامة.